أنا موجودة في مسرح محمد عبده لحضور ليلة أسير الشوط، عدد من الفنانين أحيوه وباقي عدد أيضا آخر من الفنانين اللي راح يحيون هذه الليلة. طبعا مع الأسف ما كان معنا على المسرح الفنان عبد المجيد عبد الله لأنه يمر بفترة شفاء من مرضه. طبعا وجوده من المسرح والضجيج والإزعاج راح يأثر كثير على صحته، أكيد نتمنى له الشفاء السريع ويكون معنا على المسرح ويسعدنا تواجده في هذه الليلة.